مدينة الرستان 4/12/2012 سوء الحالة الإنسانية في هذه المدينة. مرحبا يا خالي. أهلين مرحبتين يا خالي. شلوني؟ الله يسلمك. شنو وضعك؟ شنو وضعك؟ مخزن حرق. دارقون حرق؟ دارقون حرق. وخبز ما في، غاز ما في، وغاز ما في، ومرضى كثيرة. والحالة تعبانة لعمك ما في. ما في يعني حالك ما في؟ ما في. طيب شو عم تدفوا هون بالرستان؟ شو عم تدفوا؟ ملقط شو تحطب من علقنا ومتدفى عليه والدخان بيعقلنا. وغير هيك ما في. طيب شو تحبوا تجي نسألك تشوفي؟ يلا شو بتحبوا؟